الموضوع بيبقى جهات امنيه والكلام ده كله. بصرف النظر عن المواعيد اللي بيجوا فيها وبيروحوا فيها، انا عايز اعرف ابرز الاسماء اللي بتتعالج في القصر العيني. واعتقد ده بسيط اللي هو يتعرف، لكن المواعيد مش محقق نعرفها او مش عايزين نعرفها عشان ما يبقاش فيه بلبله وحد ممكن يعني يعمل ترتيبات معينه. عشان تبقى عارف هتستغرب جدا انا ما ببقاش عارف انت منين. مش مهم يعني انا ما عنديش المعلومه بتاعت بيجو، لكن عندك معلومه مين هم او اسماء القيادات اللي هم اسماء بقى. انا عايز اسماء القيادات هم كلهم الفرقه كلها دي. عايز بعض الاسماء ما كلهم ما بعرفش. ما انا عايز بعض الاسماء المرضى اللي فيه. عايز بعض مرضى للاطباء. انت عندك 5200 سرير وعندك في الاقسام الاكلينيكيه 1800 استاذ، تلتهم في اعارات ومش عارف ايه، فيبقى عندك 1200 عضو هيئه تدريس كامل يعني لو مع الدكتوراه. 5000 على 5000 سرير يعني ازاي؟ اربعه كل اربع عيانين انا عضو هيئه تدريس. كل اربع عيانين عضو هيئه تدريس. وده كويس، معدل كويس، معدل بالنسبه للعالم بيعتبر احنا كويسين قوي. طيب قصر فرنساوي وفقا لمشروع قانون جديد هيندرج في الماده الاولى. في الماده الاولى اللي انت قلت لي عليها امبارح مهمه جدا. ده انا طلع عيني عشان الماده الاولى دي. التنسيق هيكون ازاي؟ يعني لاول مره هنشوف القصر الفرنساوي خلاص بقى يندرج تحت القرارات بتاعت حضرتك وبتاعت دكتور شريف ناصر. مجلس اداره المستشفيات لازم يتحط تحت مجلس اداره المستشفى. مجلس اداره المستشفيات ده حاجه مهمه جدا. وليه الانفصال في الاول؟ يعني ليه القصر الفرنساوي كان مستقل بذاته في الاول؟ اقفلي ده وانا احكي. اقفلي بالظبط ليستا اللي هي على ده؟ الليستا دي بتبقى عاده فيها حوالي 120 عيان يوم، ليستة عمليات حوالي 120 عمليات. ده على مستوى المستشفيات كلها؟ على مستوى المستشفى اللي هي اللي فيها المشكله. والليسته دي اتعملت اتعوضت يوم السبت والحد اللي بعد التخصص على طول. فانا يعني هذا الخبر ده على مستوى التكييفات. والدليل على كده ان هم ما جابوش بلاقين يعني طب فين التصعوبيه دي؟ دول كانوا قلبوا لنا البلد.